كرمك وقد كرمك الله يا ممتلئة النعمة، فحل في حشاك الطفل الإلهي لتكوني والدة الإله، وقد بشرك الملاك وظللتك النعمة الإلهية. كيف لا وأنت مثال الطاعة والتواضع من خلال النعم التي غيرت وجه البشرية وحل الخلاص. السلام عليك يا مريم، يا منبع الحنان، يا من تعظمك جميع الأجيال والبرايا بأسرها تفرح بك. حلقة خاصة أخوتي المشاهدين من مريم تي في، وتحديداً من كاتدرائية البوليسية حريصة، بتشاركني بتقديمها الزميلة ميرنا حارس، نتبارك من خلالها بتعليم الأب روي عبد الله، ومنتمتع ومنتبارك بصوت المرنم الأول جوزيف حارس. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك جور ميرنا. أبونا بالفقرة الأولى رح نحكي عن طبعا البشارة، وكلنا بنعرف أنه بسفر التكوين بنحكي عن حواء وآدم. بالعهد الجديد الآباء القديسين بيحكوا عن حواء الجديدة. ليش اعتبروها حواء الجديدة لمريم العذراء؟ وليش لما منذكر كلمة المرأة بالعهد القديم منكون عم نعني فيها العذراء؟ أول شيء الله معكم. الله يحفظك جورج، ميرنا وجوزيف. أنا أبونا. بركة، تشرفت أنا كمان بمعرفتك. نلقي نظرة حلوة على مريم، وشو ما منغوص بمريم منغوص بابنا يسوع. نحن ولا مرة منروح صوب مريم إلا لنلحق إيدها يلي عم بتدل على يسوع المسيح. مريم هي قطع عن حديثك. ما في شهر بس مبارك، كل يوم بحياتك هي دائما هي الأم اللي بتودعنا كل يوم الصبح على المدرسة أو على الشغل، كل يوم تستقبلنا ببيتنا. مريم هي الحواء الجديدة، وتبلش أنا وياكم نفكر بحواء الجديدة، منشوف كيف أباء الكنيسة كلهم حكيوا عن هذا الموضوع، والتقليد الكنسي تناقلوا عبر الأجيال، لأنه كانت واضحة لإلهم أنه الخلاص مثل ما سقط مع حواء القديمة رجع مع حواء الجديدة. ومثل ما في آدم القديم يلي هو المسيح آدم الجديد، بدنا نطرح علامة سؤال: من هي حواء؟ لأنه نحن بشراكة بين العريس والعروس يلي بيعيشوا ببتولية، بين العريس المسيح والعروس يلي هي اليوم الكنيسة، وصورتها هي مريم العذراء بالخلاص وبالكمال وبالمسيرة. إذا بدي أحكي عن مريم حواء الجديدة، بدي أحكي عن شغلتين أساسية: الصوت، الإصغاء، والجواب. من هون بتشوف حواء القديمة أصغت، ولكن لصوت الحية، لصوت الشيطان، وقبلت هذا الشيطان وحبلت به الخطيئة وأعطتها للعالم. نفس الصورة مننقلها، في الصوت بس هالمرة صوت الرب من خلال الملاك، في السماع يلي هي سمعته مريم، والقبول بس هالمرة قبول لشيء مقدس، وحبلت به هو الكلمة وأعطته للعالم. هيك عكست مريم خطية حواء القديمة وجعلتها حواء الجديدة، أي مريم جعلتها كلمة مقدسة أصغت فقط لصوت الله في وجه كل خطيئة من أجل خلاص البشرية 100%. كل خطيئة أبونا، كيف فينا نميز أنه هيدا الصوت اللي عم نسمعه هو صوت الله؟ يعني هو بشر الملاك وسمعت صوته حتى قالت نعم، كيف هي اطمنت دغري أنه هيدا صوت ملاك من عند الله؟ نعم، عطول في عطول بيقول يسوع اصلا من ثمارهم تعرفونهم. اكيد في الثمار بعدين، بس تنحكي نحن بلحظتها انه بعد الثمار ما بينت. في شيء اسمه حاله استعداد عند الانسان. اليوم انا اذا شخص بعيد كثير عن الكنيسه، ما بتعاطى بكل الامور الروحيه، ما بقرا بالانجيل، ما اذا اجى واحد بده يبشرني او يحكيني كلمه الله، ما رح تكون هالقد هينه انا دغري اقول له نعم. هيدي النعم اللي قالتها مريم. ولكن لما يكون في حالة استعداد، مرجح الأكبر هو للنعم، لأنه هي مستعدة تصغي بأي لحظة لصوت الله. ما منذ الصغر مريم قدمت إلى الهيكل وعاشت في حضرة الله تصغي إلى صوته،
بدون ما نفوت بتفاصيل تانية عن الشعب والمجتمع اليهودي اللي كان منتظر حضور المسيح بأي لحظة من أي امرأة، فهيدا الحضور للمسيح كان ممكن يكون من حيالله امرأة ضمناً مريم العذراء اللي كانت مستعدة. فلما أصغت إلى صوت الملاك مش دغري قالت نعم، تساءلت كيف يكون لي هذا وأنا لا أعرف رجلاً. فإذا حريتها كانت موجودة واضحة من التساؤل، ولكن الملاك شرح لها أنه هذا الشيء راح يتم بقوة الروح القدس. وهون بلشت مسيرة الإيمان. النعم هي فشخة أولى بمسيرة مريم، هي مش النعم النهائية والقبول النهائي، هي النعم لقبول مشروع بده يتم مع الوقت والزمن. نحن راح نرجع نحكي تفصيلياً بكلمة نعم لأنه إلى دور كبير بالخلاص، بس بالأول مع المرنم الأول جوزيف حارس لما منقول كلمة بشارة شو منسمع ترتيلة؟ إن الملاك لجبرائيل. صح، رح نسمعها من حضرتك. أوكي. إن يعني الله يسلم هالصوت استاذ جوزيف. ميرسي. هيك بيوصل معك الواحد على الملكوت السماوي بيحس حاله عايش فيه. نشكرك على هالصوت. هيك هالترتيلة شو بتعني لك؟ مش بس هالترتيلة، كل الترتيلة بقولها لمريم العذراء او لغير مريم العذراء. الشيء اللي بيميز طريقة ترتيلة هو انه مش تبين على صوت حلو، على أداء حلو. ابقى عم صلي، ابقى عم رتل وأنا عم صلي. مشان هيك بعد كل صلاة يلي بيسمعوني بالقداس أو بغير مناسبات بيقولوا لي خليتنا نصلي، لأنه بيشعروا إنه أنا عم صلي. مرتل لصلى مرتين بيقول أغسطينوس القديس. من هالمنطلق هيدا بيحسوا إنه أنا عم حس بالشيء اللي عم اقوله، مش انه تبين جمال صوت او لا. الله يبارك فيك. ميرسي ابونا. هالكلمه النعم ما نهينه صراحه، يعني كثير اوقات بنحس جواتنا في لنا دعوه لشيء، بنخاف
منتراجع منهرب، أو إذا ما بدنا منبرر لحالنا ومنكذب منقول مش صوت الله. يمكن هيدا إذا صعب شوي بصير مش صعب، نقول لا مش صوت الله، ما رح يطلب مني هيك. أنا بستذكر إبراهيم، إنه أنا لو محل إبراهيم وقال لي اقتل ابنك اللي نطرته 25 سنة من زوجتي العاقر، وإجا قال لي اقتله، رح أقول أكيد مش صوت الله، هيدا صوت الشيطان. مزبوط. ما رح صدقه، ما بدي أقتله. مزبوط. ما بعمل طاعة. هالكلمة النعم، فكرك أنت لو ما العذراء قالتها كان رح يختار غيرها، أو هو فاحص الكلى والقلوب بيعرف مين رح يقول له نعم. هلأ إذا بدنا ناخد النعم كقدرة خاصة أو قوة خاصة، ما بتزبط على مريم. نعم. لأنه مريم ما قالت فعليا نعم بالمعنى اللي نعم أنا اللي رح أعمل معك. نعم. هي قالت ليكن لي بحسب قولك. فإذا النعم تبعها خارج عن الذات، يعني مش بقوتها الخاصة، قبلت مشروع خارج عنها. هيدي قوة مريم، إنه تقول نعم لشيء يمكن منه كتير واضح. نحن مشكلتنا بالنعم مثل ما تفضلت وقلت جورج، منخاف منه لأنه منفكر إنه بقوتنا بدنا نعملها، منشان هيك منقله لا، منقله صعبة، منقله مش زابطة. بس إذا منعرف إنه مشروع الله يلي عم نقله نعم هو ليكن بحسب مشيئته وقوله، فإذا منا صعب كتير إنه نقله نعم، لأنه هو رح يعمل كل الشغل. نحن عم نقله نعم لنكون أداة طيعة مثل ما بيقولوا، بتلينها مثل ما بدك، بتحركها مثل ما بدك. أنا بدي يكون هالأداة المش قاسية، القلب يلي من لحم، بيقول الرب بدي أعمل قلوبكم من لحم، شيل منكم انزع القلب الحجر. هيدا القلب الحجر ما بيخلينا نقدر نقول نعم، ولما نقول نعم بمعنى مشيئة الله هيني بتصير كتير. فمريم قلت له نعم بحسب قولك، مش بحسب أنا شو عم فكر، لأنه أكيد صدقني على المستوى الإنساني بهاللحظة بده يكون إجا 100 فكرة على رأس مريم، 100 فكرة وعن محيطها وشو بدها تخبر المجتمع تبعها، وشو بدها تقول لخطيبة يوسف، وكيف بدها تطلع على الشريعة اليهودية، كيف بدها تعبر عن حالها بهالمشروع، مين بده يصدقها. بس هو كلهم حطتهم على جنب وقالت بحسب قولك، مش نعم أنا رح حل كل هاو، لأنه ما رح تقدر تحلهم، ما رح تقدر تواجه المجتمع، ولكن بقوة الله رح تقدر تواجه. شو حلو الثقة بالله ميرنا. أكيد. وأكثر من هيك أنه أنت تقدر تطوعي إرادتك لإرادة ومشيئة الله. أنا أوقات أبونا بسأل حالي، يعني عندي قرار بدي أخده مثلا، مش عارفة كيف بدي ميز أنه الله شو بد، أكيد هو بده مصلحتي بالنهاية، روح على هيدا المكان ولا ما روح على هيدا المكان، كيف بدي أعرف ميز شو إرادة الله لإلي؟ لأنه الله كمان مش أنا قاعدة بالبيت وما عم بعمل شيء. أكيد. إذا بدي تمم إرادته هو طالب مني كمان أسعى وأشتغل على حالي وأخذ مبادرات معينة. كيف بدي أعرف هيدي المبادرة لخيري ولا لا؟ كيف بدي ميز؟ يعني من أصعب الأمور يلي بيسألونا إياها الناس هو أبونا كيف بميز إذا هذا الشيء الله بده إياه ولا لا؟ من هينة. بس الخطأ وين؟ الخطأ هو خطأ بطريقة عيش، لأنه مرات إذا أنا عايش بمنطق إنه الله رح يقل لي هيدي ويزحل الباقيين على جنب هينة، مرات بنتظر هيدا الجواب من الله إنه هالقد واضح عندك هيدا الخيار وبس، بس ولا مرة الله بيكون جوابه هيك ولا مرة. منشان هيك صعب إني اختار. عم تسأل كيف بميز؟ ما بقدر ميز بسهولة، ولكن بقدر شوف شو عم بقدم لي قدامي. أول شغلة برجع بعيد، الثمار، هل عم بيدعيني لشيء ممكن يسبب خطر على غيري، ممكن يأذي غيري، ممكن يزعزع لي ثقتي بنفسي، ممكن يخليني يكون بحب الدنيويات أكتر، يبعدني عن الحياة الروحية أكتر. هيدي طريقة لأختار فيها. طريقة تانية هي الآنية، كمان نرجع لمريم، اللحظة اللي عم بعيشها، إذا بعيش بحسب مشيئة الله باللحظة فإذا الله يقود خياراتي وعم بيختار لي الطريق. بس إذا أنا بدي أحط مخطط كتير بعيد وأقعد أسأله لله شو بدي أعمل هلأ لأوصل لهالمخطط يلي بعد 10 سنين، ما رح لاقي جواب هين، لأنه هذا شيء منه لعب. يمكن ما عيش 10 سنين، يمكن الله عنده خطة ما بتوصل 10 سنين بحياتي. يوم بدي أعيش مع ربنا. فإذا إذا بعيش اليوم، إذا بعيش اللحظة رح لاقي الجواب، أكيد رح لاقيه بالسلام، بالحب، بالمكان اللي أنا موجود فيه، بالإمكانيات اللي بين إيدي. ساعتها باخد قرارات صغيرة بتوصل لقرارات كبيرة، بس ببنيهم عشو؟ كمان هذا سؤال كبير. نعم. لما نسأله لله شو الخيارات اللي عندي، بدي أشوف على أي أساس أنا عم ببني، دنيوية
ولا أنا في أساس مكمش فيه اللي هو مشيئة الله يلي هو حب الله وعلى أساسه عم بطرح شو ممكن أخذ خيارات تانية. يعني أم الملك بنسميها الملكة، والعذراء كانت ملكة حتى بخياراتها أنها تختار بس مشيئة الله بحياتها. رح نسمع من السيد جوزيف افرحي أيتها الملكة. افرحي أيتها الملكة فخر العذارى والأمة. لأن كل فم فصيح جوزيف. هيدي الترتيلة بتصور بتقولوها بترنموها بالأعراس. هيدي ترنم بالأعراس على فوتة العروس، تعتبروها على العروس ملكة، ملكة على مثال العذراء مريم، مثل ما مريم العذراء هي الملكة. نعم. أبونا روي، لما منحكي عن زيارة العذراء لإليسابات منحس أنه ثمرة البشارة كانت دغري خدمة. خبرني عن هالمشهدية لو سمحت. 100% ثمرة البشارة انطلاق باندفاع إلى هذه الخدمة، لأنه اللي بيختبر يسوع هلأ إذا نحن بدنا نخدم مثل ما منعيشها، اللي بيختبر يسوع بحس مش قادر إلا ما بده يخبر. بتحكي معهم لهالأشخاص اللي عندهم والعنين بالرب، بتحكي معهم بيقلك ما في أترك هذا الشيء لإلي، ما في ما خبر، ما في ما روح، ما في ما أقول. فهيدا الخقول وخبر وانطلق كلهم خدمة. الخدمة منا بس بالفعل، الخدمة هي بالاندفاع بالنية. العذراء من لحظة اللي انطلقت من بيتها بلشت الخدمة، مش لمن بلشت تغسلها وتساعدها لمن وصلت لعندها، من أول ما انطلقت بلشت الخدمة. هيدا فعل الحب يلي بتنطلق فيه العذراء. فحملت يسوع ما فيها تتركه لإلها وركضت فيه لعند إليصابات. وعند إليصابات لمن التقوا الجنينين رقص يوحنا ببطن إليصابات، الروح فرح القدس بفعل الروح القدس. نعم، تواصل الروح وقف قدام الطفل الإلهي. مزبوط. وهيك نحن بس ننقل كلمتنا للآخرين بتحس في شيء تحرك فيهم. حتى النبي داود رقص قدام تابوت العهد. بدي أخبركم خبرية هلأ اجت على راسي، ذكرتها هديك النهار، خبرتها برعايتي. كان في أبونا عم بيوعظ وبيجي شاب بيقول له إنه أبونا وعظتك كتير حلوة، كلامك رائع، قلت قصص طليرتنا على السما. قال له شو حبيت أكتر شيء؟ قال له أنا ما فهمت شيء منها، كانت كتير صعبة، ما فهمت شيء منها، بس بعرف شغلي واحدة إنه أنت وعم تحكي أنا كنت كتير مبسوط. فهيدي نقل له فرح وموا هيدا الفرح بيّن بلقاء مريم مع إليصابات. طيب أبونا، بهيدي الزيارة يمكن من هيدي الزيارة مأخوذ جزء من كلام السلام عليك يا مريم الصلاة المنقولة. أنا بدي أسألك، لما نصلي المسبحة نحن منعرف أنه العذراء هي أهم شيء عندها أنه تضلنا عن عائبنا على يسوع.
فليش لما نصلي المسبحة منقول مرة واحدة أبانا وعشرة سلام؟ يعني ليه نحس حالنا يمكن عم نصلي للعذراء أكتر؟ ولا شو التكرار كمان؟ تكرار الصلاة هي ذاتها كل مرة. خلص ميرنا بدي أعمل مسبحة خصوص لك. على نيتك. عشرة أبانا وواحدة سلام. لا خليني بس قبل ما جاوب على هذا السؤال خليني أقول لك شغلة يمكن الناس ما بيعرفوها عن السلام بحد ذاتها. صحيح هي في بارتي منا هي لقاء مريم مع إليصابات قسم من السلام. فبتشوفي إنه السلام اللي منرتلها هي ثلاث أقسام. أول شيء الملاك عم ببشر مريم العذراء السلام عليك يا مريم. هي من الإنجيل بالنهاية. نعم السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك. بعدين بلقاء مع إليصابات مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. بعدين نحن الشعب عم نكفي هالصلاة يلي بلشها مشروع الخلاص وعم نقول يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا الآن وبساعة موت. يعني كل أول بارتي ليسوع 100% وأكتر من أنه بس أنه أكتر من أنه ليسوع رح أحكي عن التكرار. أول شيء التكرار بصلاة المسبحة هو هذيذ روحي بسموه. الهذيذ الروحي استعملوه كتير النساك والأباء القديسين والمتصوفين مثل تريزة الأفلية مثل يوحنا الصليب كلهم استعملوا أسلوب التصوف. أنا أكرر كلام مقدس. وين بلش مشروع الخلاص؟ عم بسألك وين بلش مشروع الخلاص؟ وين اللحظة اللي أعلن الرب أنه في مشروع خلاص؟ بالسلام عليك يا مريم. كل مرة أنا بكرر برجع لهذه اللحظة. فإذا بنطلق من هاللحظة لكل أسرار المسبحة يلي معلقة بحياة يسوع. بس كل ما عيد السلام عليك يا مريم بذكر حال اللحظة الأولى بلشت هناك مع مريم وقالت نعم وبنطلق من هالسلام لأتأمل بسر من الأسرار. هيدا جمال المسبحة. منشان هيك أنا بكرر مع مريم 10 مرات السلام. بس مع مريم عم بروح على مشهدية وحدة ورا وحدة ورا وحدة بعلاقتها بابن يسوع وكيف مشيت معه المسيرة يلي أنا عم بمشيها هي ذاتها. يعني عم بحط حالي محل مريم ببستين مريم وعم بتمشى معه. نعم شو حلو هالحكي. بهالفقرة كل العالم مثل ما قالت جميع الأجيال تكرمني. وهلأ حاليا كل البرايا بالعالم كله بأسره بين كل الأديان بتكرم ابنة مريم العذراء. فخلينا نسمع مع أستاذ جوزيف إن البرايا. إن البرايا بأثرها تفرح بك يا Whoa.
عم نسمع أبونا روي وأستاذ جوزيف من صوتك الحلو الرائع المبارك إن البرايا، واللي بتقول فيها جملة أحشائك أرحب من السماوات. منشوف هالأيقونة دايماً محطوطة بصدر الهيكل، لأنه هي فاتحة إليها وبأحشائها يسوع، وهيك ضام البشرية كلها. شو حلو هالمنظر. رح نحكي عن مشهد الميلاد وأمنا مريم العذراء اللي تحملت كل هالسفر والتعب، وهي حبلة وتعرف صعوبات الطرقات، كله هيدا لأنه بدها تضل على قد النعم اللي حكيتها. رغم هالشي البعض بحب بس يسميها أم يسوع، ما بيعترف أنه هي أم الإله، ونعمل مجامع على هالقصص، ولا يزال البعض مصر أنه ما يسميها والدة الإله. شو أهمية أنه تكون تسميتها للعذراء أم الإله مش بس أم يسوع؟ يعني اللي بيقول اللي بعده عنده إشكالية بهالموضوع، أكيد جورج عنده إشكالية بمعرفة يسوع المسيح، لأنه ببداية الكنيسة صار في كتير هرطقات لاهوتية. نعم. وتخيل أنه الألقاب اللي انعطت لمريم أو العقائد يلي منآمن فيها حررتنا من الخطية تجاه يسوع، مش إكراماً بس لمريم، فهماً ليسوع وطبيعته. بيوم من الأيام نسطور إجا فصل طبيعة يسوع المسيح عن بعضها، عملوا ليسوع إنسان، إنه مريم حبلت من جسد بس عطية جسد، وإنه الله أسقط فيها الألوهية، صاروا كأنه كائنين ملتسقين ببعض، شيء إلهي وشيء إنساني بشري. وبالتالي خربنا طبيعة يسوع المزبوطة يلي هو الإله المتجسد يلي مش مفصول عن بعضه. طبيعة الإنسانية والطبيعة الإلهية أصبحت شخص واحد موحد بيسوع المسيح. لما أنا بفصل مريم العذراء بلا أبا وبقول هي بس أم يسوع الأرضي، أنا بكون عم بغلط بطبيعة يسوع، لأنه عم بفصل طبيعته. يعني هي أبعد من لقب مريم، هي حقيقة وجودية، حقيقة إلهية بوجود يسوع بيناتنا على الأرض. المشكلة هي لما بناخد القصص حرفياً، مع الله ما فيك تاخد شيء بالحرف، الحرف يقتل أما الروح فيحيي. إذا بدي أخد القصص بحرفيتها، بيعتقدوا هن إذا منقول أم الله أو أم الإله، بيعتبروا أنه هي أوجدت الله. مش مزبوط، الله موجود منذ الأزل، هذا مش موجود. ولكن تجسد الله تجسد من خلال مريم. لأبا لمريم بيعطي ألوهية التجسد مش إنسانية التجسد، بيعطي إله متجسد مش إنسان متجسد ملسوق لإله ألوهية. هيدي خطرة كتير، إذا بزيحوا عن المفهوم الحرفي بيفهموا بالروح شو يعني أم الله. أحد الآباء ميرنا بيقول كمان أنه إذا كنت تجسد الله تواضع ونزل وتجسد على الأرض ليرفع البشر لا مستوى الألوهية، بس طبعا بالفضائل، يعني كل شيء له تفسير محدد. مرة أبونا قال الأشخاص يلي كانت قاسي شوي منه بس مزبوطة، الأشخاص اللي ما بيقدروا يكرموا مريم هودي ما بحياتهم عرفوا قيمة أمهم الأرضية. تخيلي يعني أنه واحد ما يعرف قيمة الأم. إذا نحن على المستوى البشري منكرم أماتنا ومنحترمهم وبدل كبرهم من كبرنا وقيمتهم من قيمتنا، إذا على المستوى البشري، تخيلي على مستوى الله، تخيلي على مستوى إله الأد بحب، عطاك القيمة والكرامة واتخذ منك أم، معقول يكون عم بيستعملها أداة؟ خلص عفواً على الكلمة وكبة، خلص دورك مريم، كان لازم بس
يجي منك يسوع؟ مش معقول ما تتناقض مع مفهوم الحب تبع الله. يعني إذا ما بدي أحكي لاهوتياً أنا، لأنه فينا نحكي كتير بس ما معنا وقت كافي، إذا ما بدي أحكي لاهوتياً عن دور مريم، أقله عن دور يسوع. والله في في شراكة بالحب مع الإنسان تتعارض مع هالشراكة بالحب إذا بحط مريم على جنب. وين حب الله؟ وين صورة الله الحب إذا أنا بدي أخد الله أنه زيح مريم وما بقدر كرمها وما بقدر أنه أتعاطى معها؟ أكتر من هيك، مريم من لحظة اللي قالت نعم ما خلص المشروع، كنا عم نقول بلش المشروع ومشيت معه مسيرة طويلة ليسوع. وسيجوز سيف في قلبك، كيف يفسروها؟ ليه بده يجوز سيف بقلبها؟ كان دورة تجيب يسوع وتقعد على جنب. ليه بدها تحمل صليب؟ ليه بدها تحمل ألام؟ ليه بدها تتعذب معه؟ ليه بدها تدل واقفة تحت الصليب؟ ليه بدها تتدخل بحياة الرسل وتقويهم وتكون حاضرة معهم بعد موت يسوع؟ هذه أمك ليوحنا وبقول لها هذا ابنك. ليه بده يعمل هيدي العلاقة بيناتهم؟ ليش يسوع عطيها القيمة من بعد ما عمل كل اللي بده يعمله حتى عن الصليب؟ حتى بعدين محل الروح القدس إلا بحضورة بالعنصر. نعم، هيك بيقول التقليد الكنسي حضور مريم، لأنه ولا مرة تركت مريم هذا المشروع. مش معقول تكون غايبة بهذه اللحظة. التقليد الكنسي قبل ما ينكتب الكتاب المقدس كان في التقليد الكنسي يلي تناقل كل شيء حول مريم حتى حضورها من خلال كل الزهورات اللي موصلتها الكنيسة كمان. مزبوط. ومن هون أنا بفهم أكتر وأكتر أنه أنا ما إلي حق مكرم مريم. أنا ما بعبد مريم، أنا لا أعبد مريم وبحطها محل الله، ولكن أنا أكرم مريم العذراء عقد ما بكرم ابن يسوع، لأنه بمحل ما كانوا جسد واحد. على كل حال التعبد لمريم العذراء له فقرة خاصة رح نوسعها أكثر مع حضرتك، بس طبعاً هيدا السر العجيب أستاذ جوزيف، ما حدا قدر يفهمه ليه هالإله العظيم بده يتجسد وينزل ويتواضع بمغارة وكانت زريبة للحيوانات. رح نسمع من حضرتك إنني أشاهد سراً عجيباً. بعد الولادة طبعاً بحسب الترتيب اليهودي بيصير وقت التطهير، العذراء ومار يوسف بياخذوا الطفل وبيزوروا سمعان الشيخ. وقبل بشوي ذكرت لنا حضرتك عن السيف الذي سيجوز في قلب مريم.
بتجي بتتأمل يا أبونا بهالآية إنه قالت نعم وطاعت، وكمان سيف. طيب نحن بعقلنا البشري منفكر إنه اللي بيطيع يكرم، وعنا التكريم الأرضي هو إنك تكون فرحان كل حياتك، هيك منفهمه. هل على كل مسيحي إذا بده يتبع يسوع بده يحمل صليب؟ مرة زياد الرحباني كانوا عم بيسألوا سؤال عن من ضربك على خدك الأيمن دور له الأيسر عند المسيحية، قال ضروري نفوت على السما مبجبجين يعني لحتى تزبط معنا. أنه هي الفكرة مش هيك، مش بالمفهوم الأرضي، مش بالمنطق اللي نحن بنفهمه. كل مرة بتقول نعم للخير الأعظم، للحب الأكمل، للشيء الإلهي اللي خارج عن الأرض، بك تحسه ضيق هون. كل شيء هالقد واسع بك تحسه ضيق. بمجرد ما هو ضيق بده يخنقك، بده يزعجك. تخيل حالك أنت شاري شيء كتير حلو كتير بتحبه ولابسه، بس مش لقلك، لابسه زاركك زاركك زارك، بس ما بدك تتخلع، بتبقى تعبان فيه، بتبقى تعبان فيه بس مبسوط بنفس الوقت، لأنه هذا الشيء اللي أنت اخترته، ومميز اللي أنت اخترته. يسوع بيقول بمحل أنتم في العالم ولكنكم لستم من هذا العالم. تخيل حالك بدك تعيش بهالعالم، كما في السماء كذلك على الأرض، بدك تعيش السماء على الأرض. نعم. طب قد بدها تزبط، قد بدها تكون صعبة، قد بده يكون فيها هالسيف يلي سيجوز في قلبنا. بس إذا أنا عم بعيشه بحب، إذا أنا فاهم هذا الشيء، صدقني قد في ناس على فراش الموت أو على فراش المرض وعندهم رجع وسعادة وفرح أكثر من اللي معهم ملايين وملايين وقصور وسيارات واللي بدك إيه، بس بتلاقي إنه سعادتهم ناقصة. طب هودي اختاروا السعادة وقالوا نعم لهذه السعادة وما عم بيعيشوها، واللي اختار الرب وقال له نعم لهالسعادة عم بعيشها حتى بقلب أصعب الظروف. مريم قالت النعم بس لم تقل نعم للصليب. نحن ما منقول نعم للصليب، نحن منقول نعم للحب، وأهلا وسهلا بالصليب إذا كان ضمن هذا الحب. بس أنا ما بركض كرمال الصليب. بيقول دون بوسكو العبرة في حياتنا المسيحية ليس في طلب الصليب ومعانقة الصليب، إنما قبول الصليب. في فرق كتير كبير. مريم ما قالت له أنا رح لك نعم جيب لي صليب أحمله، ولكن قبلت الرب، قبلت الحب، فقبلت أو صار باستطاعتها أن تحمل هذا السيف الذي سيجوز في قلبها. أمين. تحمله بفرح، تحمله بفرح. طيب أبونا، لما العذراء راحت تفتش على يسوع، ضيعته وراحت لقيته بالهيكل، هل هيدي من ضمن رسالة العذراء إنه تجي تفتش علينا كلنا أولاده ليسوع وتلاقينا وبتتمنى تلاقينا بالهيكل نحن كمان؟ يعني أنا مثل ما شايف بعض العذراء عم تنبش، إذا بتشوف ظهورات العذراء، إذا بتشوف علاقة القديسين بالعذراء، قد ايه كتبوا عنا للعذراء، قد ايه بيقولوا إذا بدكم تخلصوا بسهولة انظروا لهالعذراء، كرموا هالعذراء، اطلعوا على مثالها. ما تعبدوها ولكن خدوها مثال. قد ايه هين اني اخذ شخص مثال، انا باخذ بي مثال، امي مثال، خيي، حدا بمجتمعي بياخذوا مثال. قد ايه صعب علي اخذ العذراء مثال بحياتي، يلي هي الكنيسه، هي صوره الكنيسه المخلصه التي قبلت الكلمه، يلي عم بتعيشها لهالكلمه لتوصل للخلاص الكامل الاكمل بالسماء بالانتقال هذا كمان. فا ايه ليش لا انه انا اقدر امشي مع العذراء مسيره وحس بكل لحظه عم بتنبش علي وعم ترجع تقول لي وينك، ما تضيع امنا هيك بتعمل، بدي اقول لك 100 مره وينك، وين رحت، ليه تاخرت، بتخاف عليك اذا صار معك شيء، حتى بتمسخر علي مرات هيك بطريقه المزح انه اذا تاخرت 5 دقائق يعني هذا الصب انخطف. الام قلبها بدل عم بفتش، فكيف اذا ام سماويه، ام روحيه خارجه عن الزمن، خارجه عن الوقت، يعني هي تفتش بكل لحظه ويننا، وين قاعدين، وين موجودين، شو محيطنا، اذا تعبانين، اذا ناقصنا شيء. هذا دور مريم اكيد. بعد جوزيف انت امتين هيك سلمت حالك للعذراء وفاض فيك الروح القدس ترانيم تمجيد لها. انا تركت اهلي وضيعتي كان عمري 10 سنين،
وجيت لهون على البوليسية. على البوليسية مطرح ما نحن اليوم. نعم. انت تربيت بين احضان العذراء. بين احضان العذراء يعني من ابن 10 سنين. من ابن 10 سنين علمونا محبة العذراء وانطلقنا باحضان العذراء. في شيء مشترك بينك وبينه انك تربيت بالهيكل مثله. قدم الى الهيكل كمان. هلا بما انه عم نحكي عن اولاد العذراء هيك ميرنا يعني هذا الشبل من ذاك الاسد عارف ما بيقول رح نسمع له أبي ماريا سوا. عرس قانا الجليل يعني العذراء نادرا ما الانجيل وانا بقول جيب سيرتها انا بقول هي ما بدها بدها تضلها هيك تشتغل من ورا لورا ليضل بالصوره ابن يسوع بعرس قانا الجليل اضطرت تتدخل كلنا بنعرف القصه خلص الخمر وبده يجي هلا الخمر الجيد حسب الذواقه يعني قالوا له قالوا له وين كان لصاحب العرس وين كان هيدا الخمر مخبينه للآخر بعرس قانا الجليل أبونا أول أعجوبة بيشترحها الرب يسوع شو كان بدها العذراء تغير توقيت الله هل قد عندها صلاحية يعني إذا بدنا نحكي عن ننطلق من الفكرة اللي قلناها بآخر فقرة العذراء تبحث عم تنبش إذا في نقص شافت النقص هي ما عم تتدخل بتوقيت الله هي عم بالعكس قلت له ليكن لي بحسب قولك أنت اللي بدك تقرر ولكن تبحث وتنظر تتأمل بصمت هي كانت عارفة أنه الوقت المناسب الوقت المناسب لأنها تتأمل بدور ابنها بحياتنا كبشر فتدخلت وهذا التدخل ما أنه تدخل عادي هذا تدخل عنده رموز كتير كبيرة منشان هيك بإنجيل يوحنا منشوفه بيذكر العذراء مرتين بس عرس كانا وعرس الصليب هون واقفة عم بتقلنا افعلوا ما يأمركم به وهونيك واقفة تحت الصليب عم بتكفي جملة افعلوا ما يأمركم به عم بتكفي المسيرة نقص الخمر نقص الفرح نقص الشيء الأساسي بهيدا العرس
هيدي صورة للعرس الأكبر يلي هي الحياة يلي نحن عم نعيشها. ناقص شيء بحياتنا، عم بتقله للرب تدخل. وتدخل الرب وبدمه يلي هي الخمرة الجديدة يلي قال الرب ما فينا نحطها في زقاق قديم، ما فينا نحطها بجرار معفنة بدها تكسرها. تعرف إذا الجرة قديمة بتحط فيها الخمرة الجديدة بدها تتشقق، بدها تنفجر، ينتزع الخمر. حتى العهد القديم ما قدر يحوي يسوع المسيح الخمرة الجديدة. فصورة مريم هنيك إلى رباط مباشر بعمل يسوع الخلاصي، لأنه عم بتقول، عم بتدلنا وتقلنا افعلوا ما يقوله لكم. هو الخمرة الجديدة، هو العهد الجديد، هو سر السعادة، هو الفرح تبع هذا العرس، هو كمال النقص يلي أنتوا عم تعيشوه. هذا النقص يلي ناقص هو. بس لاحظ يا جورج، كل الوقت عم بتدل على يسوع. هو 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 حتى بتدخله هون. أصلا الرب خارج الزمن ومشروع الخلاص خارج الزمن، ولكن بتدخلها عم ترجع تقول هو صاحب كل شيء. افعلوا ما يقوله لكم. يمكن لو قالكم مش هلأ وقتها كان راح يوقفها، بس يسوع عارف انه هلأ وقتها. مش العذراء اللي قررت الوقت، العذراء تدخلت بحب، بتأمل مثل ما قلنا، برؤية، بنظرة أمومية، ولكن يسوع هو قرر التوقيت. بس مش كيف نفهم هالأساوي اللي كان بجواب يسوع وقالت له هالشي؟ مالي ولك يا مالي ولك يا امراه. هلا بعدنا عم نسال كانه بخاعه يعني. ايه بس هلا بعدنا عم نقول قبل شوي انه مين بيقول انه مريم هي حواء الجديده؟ هي وحده من الرموز اللي بيستعملوها الاباء القديسين. مالي ولك يا امراه، لما يقول لها يا امراه مش مثل هلا يا مره، انه عم بيقلل من قيمتها. يا امراه بعتقد عم بيعطيها شموليه اكبر، لانه هي منا امه، سيده العالم. نعم. عم بكرمها بزياده، مش عم بيكون قاسي معها. عم بيقول لها يا امراه، عم بحط حواء الجديده، وعم بيقول لها كلمتك انت يا امراه رح تكون كلمه كل البشريه. يعني من هون فتحت باب الشفاعه، انه فينا نصلي للعذراء ونطلب منها تتدخل وتوصلنا ليسوع. مش بس من هون، بس تنقول نحن فينا ناخذها اكيد من هون بصوره كتير قويه. بس مش بس من هون، كل عمرهم الناس يتشاركوا بالخطيه وبالتكفير عن الخطيه من ايام اليهود. كانوا يقربوا كلهم، يكفروا، يحطوا خطاياهم بحمل واحد، كلهم سوا يجتمعوا بالخطيه. ما فيهم كلهم يجتمعوا بالنعمه؟ اكيد مبلا. بس هذا المشهد بفرجينا أكتر وأكتر أنه التشفع أو محاولة أن أنا أتكي على حدا أو حدا يلقيني. شو يعني تشفع؟ يعني ألقي على حدا. أنا بقدر ألقي على مين ما بدي، بقدر ألقي على خيي، على بيي، على أمي. ولو بيي هو كل شيء بالبيت، بقدر ألقي على خيي لو بيي موجود. بس أنا وخيي ولاد نفس البي، إذا لقيت عليه ما بكون عم غلط، إذا طلبت مساعدته ما بكون عم غلط. ما فينا ما نطلب الشفاعة. الشفاعة في أنا، في ناس بفكروا إذا طلبت شفاعة أنا ما بقى في روح ديركت لعند الله، ما بقى في أتواصل معه. مين قال؟ لا أبونا، ممكن يقولوا لك إنه طب عندي يسوع عم بحكي معه مباشرة، لشو بدي التجي للعذراء وأطلب منها هي تطلب من ابنها مثلا؟ مزبوط، هي منا قصة أصلا يعني بوست أنا بروح لعنده بوصل رسالة بقول له عمول معروف وصلها. مش هيدا هي الشفاعة. الشفاعة هي تقدير لأشخاص عاشوا حياة قداسة، وهيدي قيمة مضافة على حياتنا كبشر، وبتدل أكتر على محبة الله لنا أنه نحن قدرنا نعمل شيء بمشروعه. لمن أنا أقدر هذا الشيء بصير يعني لي. مش غلط أن أطلع فيه بصورة حلوة وجرب امتثل فيه، أو أسأله أنت كيف صليت، أو صلي لي على طريقتك، أو شركني بصلاتك، أو نقلني معك بقداستك. شو الغلط؟ إذا أنا بقدر صلي وأتواصل دغري مع يسوع فليكن، وبرافو، صحتين على قلب الكل اللي بيقدر يتواصل مع يسوع. بس مش معناتها أنه هديك غلط. هي المشكلة أنه لما منقول هاي الصح وهديك الغلط، بقدر أتواصل مع يسوع وبنفس الوقت بقدر أنا يكون عندي شفاعة. أنا شخصيا يعني بخبرتي مع العذراء بخجل من خطيتي الكبيرة أطلع بعينين يسوع بالأيقونة وأحكي مباشرة، بس بتجرأ أروح عند أمي اللي هي العذراء وإلا طلبي لأنه يغفر لي، علماً أني أنا عارف ملء المعرفة أنه بقدر أقول له يوم لأله مباشرة ورح يغفر لي أنا أكيد. بس بتضلني عند الحنونة كمان. صح. اللي أخذ كل حنيتها من الثالوث الأقدس. هي إذا بدنا نجاوب جورج بطريقة شعبوية مثل إيمان
أبائنا القديم البسيط يلي كانوا يقولوا لنا إياه بدون ما يكونوا دارسين لاهوت. بيقولوا لنا إنه أنت إذا بتروح بتدق على باب بيت بتفتح لك مرات الأم بتقلها بدي البي. مش غلط إنه تفتح الأم وتتواصل معها، مش غلط إنه يفتح الابن وتتواصل معه، آخر شيء رح توصل عند البي. بس هؤلاء الأشخاص نوجدوا بدربك، استفيد منهم، نيالوا اللي عنده أم من أصلاً. ولما تموت أمتنا على الأرض عندي أم بالسماء ما بتموت صح. إلى الأبد، وهي اللي أخذت كل هالصفات الحنية والتواضع والطاعة وكلهم أخذتهم من يسوع الإلهي. نحن عنا بالطقس البيزنطي حضرتك بتعرف أكيد أنه بصلاة النوم الكبرى بنتشفع على العذراء وقت بنقول افتحي لنا باب التحنن. خلينا نسمع. ارحمنا يا رب ارحمنا فإننا عاجزون عن كل جوانب، ولذلك نقدم لك نحن الخطأ هذا الابتهال بما أنك السيد. بعد كل هالمسيرة اللي مشيناها مع أمنا مريم العذراء والرب يسوع، ما فيك تفصلنا على فكرة إذا ملاحظ وقت ما بلشنا بالبشارة حل بأحشائة بواسطة الروح القدس وكملنا الميلاد والزيارة عند إليصابات وكملنا كمان حكينا عن أعجوبة قانا، يعني دائما متلاصقين يسوع ومريم وشو حلو هالتشبيه. بس بحب أعرف منك هون أبونا هل تأمل بإلوهية يسوع وبمسيرته على الأرض كيف فينا تكون ريليتد، يعني عم ناخد منها تأمل بفضائل القديسة مريم، يعني أنا كيف في يعيش على ضوء قداسة مريم حياتي، أي فضائل في يأخذهم منها؟ صح، في كتير فضائل، بس خليني أول شيء وضح شغلة وهيدي كتير بتساعدنا بتأملاتنا حول مريم. مريم صورة الكنيسة، مريم صورة الكنيسة، يعني مسيرة الله، مسيرة الله على الأرض، مسيرة يسوع المتجسد على الأرض هي مسيرة، هي دعوة لمريم، يعني دعوة للكنيسة. ما هو أطلق الروح وأسس الكنيسة، ولكن صور الكنيسة بمريم لأنك حملت كل فضائل الكنيسة اللي عم تسعيلها، إن كان بالحب، إن كان بالمغفرة، إن كان بالتقبل، إن كان بالصمت، إن كان بالتأمل، إن كان بالتشفع، إن كان بالمشاركة بالألام، مشاركة بالفداء، إن كان وقوف تحت الصليب، إن كان الانتقال مع ابن يسوع. هذا اللي الكنيسة عم تسعى له منذ بدء الكنيسة، عم تسعى الكنيسة انه عن جد تحبل بيسوع،
تحبل بهالكلمة. نحن كل يوم عم نجرب نحبل بهالكلمة للآخر. ننقله للآخر بالوعظ والإرشاد والتعليم والأسرار، عم ننقله للآخر ونكون إيده بالخدمة. مزبوط. وبيف بأسلوب مريم، بطريقة مريم، رجاءً وأملاً بالحياة الأبدية ما بعد الموت. يلي مريم عملته. عدد لي مريم، عدد لي شوية فضائل من أسلوب مريم. شو مريم شو يعني؟ بلشنا بالطاعة، قد ما تحكي عن مريم بالفضائل ما بتقدر تخلص. خلينا نحكي عن، إذا بدك خلينا نحكي أول شيء عن فرح مريم، إذا بدي أحكي عن الفرح، لأنه نحن بزمن فرح رغم الضيق والتعب وال نحن بزمن القيامة. مريم عاشت هذا الزمن كل الوقت، حتى من قبل القيامة عاشته مريم الفقر. لأنه تؤمن بس هذا الشيء اللي عاشته مريم نحن بأمس الحاجة لإله اليوم، نعيشه اليوم. نحن مش عم نعيشه، نحن موجودين بمحل كتير بعيد عن الفرح يلي عاشته مريم بكل لحظة من حياتها. لو عم نعرف نعيشه ما كنا عشنا حبوب الأعصاب مثلا. أكيد كل العالم عندها انهيار عصبي. عن جد هديك نهار عم بقرأ الشعب اللبناني 30% بياخد حبوب أعصاب 30، لأنه نحن نبتعد عن مريم. نعم. إذا بدك نبتعد عن الحب مريم. بس أبونا أوقات بنمرق بأيام بحياتنا صعبة، فيها صعوبات، فيها يمكن مواقف ظلم، فيها مواقف يمكن حدا بينبذ للواحد، يمكن حدا بيأذيه بشي. كيف بدي يكون اتمثل بالعذراء مثلا واتحمل واسكت وما جرب مثلا اخد حقي بإيدي؟ أنا دايما بقول بتعلم الصمت من العذراء، برجع بس اوقات بوقع بقول مش قادره اسكت. مش هطول الواحد لازم يسكت مثلا. صمت مريم هو للتامل بالحقيقه، بس متى وجدت الحقيقه بدل صامت عنها ولا بحكيها؟ مرات لازم احكيها اكيد، هون في التمييز. بس الجواب على السؤال يلي عم تطرحيه ميرنا هو الفضائل اللي حكي عنها جورج، كل فضائل مريم يلي ما بنلحق نعددها اذا كلها بنعددها. بس لما باسس على الفضائل، الفضائل غير متحركه، يعني بمعنى الفضيلة هي صخرة بقدر ابني عليها بيتي، مش رمل بقدر ابني عليها بيتي. متى هب الريح، متى واجهتني مشاكل وصعوبات، الفضائل بتثبت البيت بالأرض وبتخليني أقدر واجه بطريقة هينة. أما إذا أنا ما عندي فضائل، مريم لو ما عندها فضائل كان بيروح هذا البيت عند أول هبة ريح. من هيك أنا بأسس على فضائل، بيرجع بيجي تجربة بهالحياة بتنكزني. أنت عندك فضيلة التواضع، بتيجي تجربة الكبرياء من شي محل، بتدق بابي بتقلي ولو، بتدق بابي بتواضعي، ما أنت أكتر إنسان متواضع، ما أنت ما في منك، ما أنت ولا مرة طلبت لإلك، بصير أنا انتلي بتواضعي كبرياء. يعني كتير ذكية الخطية بس تفوت على الفضائل وتدق فيها، من هون ما بعود أعرف أتصرف مرات بأمور من الحياة. لازم تسكت، أنا عم بعيش الصمت بحسب مريم، بيجي شي بيقول لي ما تسكت ما تسكت. هيدا الما تسكت إذا كان حق، إذا كان روح الله لازم أحكي روح الحقيقة. هذه كمان فضيلة، فضيلة الشجاعة بقول الحقيقة، لأنه مريم بقيت شجاعة، ما تركت يسوع، تلاميذ كلهم هربوا، مريم بقيت لتحت الصليب، بقيت هيدي الشجاعة. ولكن كيف ترجم هيدي الشجاعة؟ قدي بحكي، قدي في لزوم احكي، وأيمتى؟ يسوع لما ضربوا الجندي على خده قال له لماذا ضربتني يا صاح؟ إذا كنت عم بقول شي غلط بستهلها، بس إذا لا اللي ليش ضربتني؟ صمت بس حكى الحقيقة بمطرحها. هيدي مريم. نعم هيدي مريم. ومريم قديش كتبوا فيها الآباء القديسين من إفرام السرياني وغيرهم مدائح. خلينا نسمع المدائح بصوتك. أوكي. سمع الرعاة الملائكة ينشدون لحضور المسيح بالجسد، فرقدوا إليه لينظروا الراعي، فشاهدوه كحمل بلا عيب يرتع في حضن مريم، فانشدوا السلام عليك يا أم الحمل والراعي، السلام عليك
للأغنام الناطقة. السلام عليك يا سلاحا لصد الأعداء غير المنظورين. السلام عليك يا مفتاح أبواب الفردوس. السلام عليك يا فم الرسل الذي لا يسمو. السلام عليك يا سندا وطيدا للإيمان. السلام عليك يا سمة للنعمة بهيا. السلام عليك يا من عريت بالجحيم. السلام عليك يا من ألبسنا بالماء. افرحي مريم عند الصليب. ميرنا قديش نحن كلنا البشر هيك نوقع أوقات تحت صلبان، إن كان دي أو مثل ما قلتي قبل شوي ظلم أو فقر، يعني منكون عايشين بمستوى معين نرجع مننزل، أوقات إهانات بشغلنا ما منقدر نتحمل بس مجبورين لأنه بدنا نقبض بالنهاية معاش نعيش منه. يعني في صعوبات بالحياة عدا عن الصعوبات الكبيرة، الأمراض السرطانية واللي عندهم أمراض مزمنة وعم بيعانوا على فراش الألم والمرض، واللي بتفقد ابنها، في أحزان كتير يعني ما بتتعد على الأرض. يعني يقال إنه هيدا الأرض وادي الدموع، بس نشوف شجاعة مريم اللي حكيت عنها أبونا روي قدام اليونان اللي الرومان اللي عم بيصلبوا ابنها أو عم بيشكوا بالحرب قدام عيونها. هالشجاعة أنها توقف ما تهرب منهم، ممكن يأذوها لإلها، ما في شيء بعيد عن هيك جيش. يعني الجيش الروماني كان كتير متصلب ومتعنت. من وين منجيب هالشجاعة اللي اجتها لمريم كنعمة؟ مش رح تصدق اللي بدي قلك إياه. منجيب الشجاعة من مفهوم الصليب لما يبلش يصير صح. يعني مريم واقفة تحت الصليب، مش الصليب اللي حكيت عنه أنت، مش الألم والمرض والوجع والفقر والتعتير والهو، هودي كانت قشطة مريم قدامه. مريم واقفة قدام صليب الحب، هيدا الصليب اللي بيفهمه بدل واقف ما بيقدر ينهار، لأنه هيدا ملء الكمال، هيدا أجمل شيء ممكن تشوفه على الأرض بالرغم من صعوبته بالرغم من وجعه. إذا لو مريم بدت تشيل بهذه الصورة الحب والكمال عن الجروحات، يعني إذا بدت تشيل الحب الله والفدا عن الجروحات والنزيف وإكليل الشوك والمسامير، ما كانت صمدت. مين بيقدر يصمد قدام مشهد مسمار عم بفوت بإيد، أو جسم جرح من فوق لتحت عم ينزف، أو لحم انقلب صار مثل كأنه كيف تقلب الأرض. بيقول المزمور كبروا أثلامهم على جسدي، يعني جلدوه جلفوه ليسوع، ما بقي جسد، أصبح جرح واحد من فوق لتحت. هذا المشهد أي أم تنقبت؟ إذا أم طبيعية بدها تنهار. إذا قدام هذا المشهد ما انهارت مريم، بدي أسأل سؤال تاني، وين فكرة لمريم؟ وين عم بتفكر مريم؟
إذا كل تركيزها على هذا الوجع مريم لازم تنهار، وإلا بيكون في خلل بإنسانيتها أو خلل بطبيعتها. عفواً على الكلمة، ممكن تكون بها شيء مريم لأنه منهارت. ولكن إذا قدام هذا المشهد مريم رايحة محل أبعد بكتير، بفكرة، بقلبها، بتأملها، رايحة لحقيقة هيدا الصليب يلي اليوم منعلقه برقبتنا ومنحطه على بيوتنا ومنتبارك فيه، صار المشهد قوة مش ضعف، صار مشهد حب. هيدا مشهد الحب ما بيقدر يتوقف، ما في شيء بيقدر يوقفه. من هيك جورج، خليني ارجع عيد المشهد. مريم واقفة تحت الصليب وعم تتحمل شو؟ عم تتحمل ألام البشرية يلي نحنا منشوفها، أو عم تتأمل قلة حب البشر يلي عم يفتدوا بملء الحب يلي عم بتممه الرب؟ هيدا شيء بيدعي للوقوف، هيدي القيامة. من هيك بالكنائس عندكم بعتقد، وحتى يمكن الكنائس البيزنطية إذا مني غلطان، بيصوروا المسيح واقف على الصليب وقابب راسه، مش ميت، هو القائم بلحظة الموت، هو الممجد بلحظة الموت. كيف مريم بدها تكون منهارة؟ ليه بدها تكون منهارة؟ تستطيع أن ترى الحقيقة. ونحن اليوم بعدنا مننهار قدام الألم والمرض وقدام الفقر، لأنه نظرتنا محدودة بس بهذا الضعف، ومنصير نقول لبعضنا، نطبطب لبعضنا، هذا صليب لازم تحمله، معلي هذا صليبك احمليه، هذا مش صليب. إذا كان الألم والمرض والضعف البشري هو صليب، ما بدي هذا الصليب، ما بدي حطه برقبتي، ما بدي اتباهى بالألم. إلهنا منه إله ألم، ما بدي اتباهى بهالمواضيع. مرة قلت لهم بوعظة، قلت لهم تخيلوا لو يسوع ما مات على الصليب، لو مات على كرسة كهرباء، كنا منعلق كراسي كهرباء ومنتباهى بالألم تبع كرسة الكهرباء؟ أكيد لا. ولكن نحن نتباهى بما أبعد من الصليب كخشبة عم ينأذى شخص عليها، هي خشبة خلاص. من هون مريم بقيت واقفة أمام الخلاص، تعاين الخلاص، عم تتأمل فيه. أنا قادر أقشع الخلاص، بوقف عند المرض، بتفوتوا عند شخص مريض نايم بفرشته، تتطلع فيه بتلاقيه قوي بيسوع. ليه قوي؟ قاعد عم بيتأمل بالمرض؟ لا. قاعد عم بيتأمل بالصليب؟ لا. قاعد عم بيتأمل بحب الله يلي هو عم بجرب يعيشه بالرغم من الألم؟ إيه. وهذا سبب بسمته. نعم. وهذا سبب قوته. نعم. بدقيقة شو عنا نسأل أنا بعد أنا معك. بس بدي أسأله إنه ليش يوحنا اللي كان معه لمريم، ليش هو؟ لأنه كان هو مثلا أصغر واحد أو أكثر واحد يمكن قريب من يسوع بفكره الطفولة، يمكن بفكره، ليش يمكن هو؟ يمكن يوحنا كان، بيقولوا له يوحنا الحبيب، كان الأقرب إلى يسوع، كان الأقرب إلى العاطفة إذا بدك. إيه عاطفة. وما عنده كان حسابات كتير، وما كان عنده مثل غير تلاميذ حسابات خاصة، يمكن كان بعفوية حتى بيقوله. فكرة طفولة بريء. إيه فكرة طفولة، لأنه بيقول كان ليه قاعد على إجر يسوع وبيدزوه بيقولوله روح اسأله ليسوع مين بده يسلمه، بينقل راسه على صدر يسوع، يعني بيقولوله هيدي مثل من العقل والتفكير للقلب، لمحل القلب، وبيسألوا يا سيد مين رح يسلمك؟ بيسألوا هذا السؤال ببساطة. يوحنا عنده هذا البراءة ببساطة بالتصرف. إن لم تعودوا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت نعم. السماوات. يعني يسوع يرجع تفكيركم بريء وطاهر، مش كثير حسابات. مزبوط. وهذا مسج لنحنا نتمثل فيه كمان. مزبوط. يعني نكون بهيدا. ميرنا بيي كان عم بيقول شيء أنا بحب أسمع، لأنه بيي عنده براءة، عنده هيدا الطفولة اللي بيوحنا عن جد. إنه كان يسوع مثلنا مثله، كان عنده ناس يحبون أكثر من ناس، مش مشكلة. كان يسمونه يوحنا الحبيب. تعرفوا ليه؟ لأنه في ناس بيقولوا الميز. ميز انه انت بتميز اذا بتحب حدا. لا انا بحب الكل، بس في اشخاص اقرب. نعم. حتى الام عندها مرات افضليه بولد عن ولد. مش بس رح تحكينا كمان، مش بس رح نسمع رايه، بدنا نسمع تركيزك هلا. ان النعجة مريم. ان النعجة مريم لما ابصرت حملها تابعته صحبة نسوة أخرى مضطربة وصارخة
أين تنطلق يا ولدي؟ وعلى أستاذ جوزيف، شو هالترنيمة المؤثرة الرائعة اللي هيك بتعبر عن مشهدية مريم تحت الصليب، إن النعجة مريم. هالتشبيه اللي عملته مريم العذراء، يا ترى هو راي على عرس أو راي على الصليب؟ راي على الصليب أكيد، على العذاب. نعم، هيدي علاقة عرس كانا بالصليب. نعم صح، هيدي بالجملة مناجاتها، مناجات كل أم لولدها. يعني حتى إذا بتستذكر معي ترنيمة إن المسيح الإله، لما كان لما بيكون رايع على الذبح، ذبحك الجائر، من له بتبلش العذراء هيك كمان تناجيه مثل هالترنيمة. نعم، هو عرس، هو فعلا عرس. نعم هو عرس، عرس الصليب انت بتسميه. هذه فكرة رائعة، اول مرة بسمعها على فكرة. عبادة العذراء، نحن كثير اوقات كنا نرتل ترانير ونقول اني انا عبدك، او نقول مثلا بالتسعيات نتعبد لمريم العذراء، وكثير ناس فهموا كلمة تعبد غلط، كأنه عم نعبدها مثل الإله، ومش هيدا المقصود. كلمة تعبد باليوناني إلى غير معاني، اذا بتسمح تفسر لنا. يا ريت اول شيء، حتى كلمة عبد لما منقولها لله كمان نحن عنا مفهوم خاطئ لإلها، بس قد ما قاسي كلمة عبد منحسها أهين لله من أنه تكون لمريم. بس هي أصلاً مفهوم كلمة عبد نحن فهمينها غلط، وما بتزبط ولا محل بالمنطق طبعاً. نعم. العبد منه الشخص يلي نحن هلأ منشوفه يلي مدعوس مهزوم واللي ينجلد على الطالع والنازل، هذا مش العبد. يلي العبد لا، بوقتها بأيام يسمى عبد، ولكن كان مؤتمن على كل شيء بيمتلكه صاحب الأرض وصاحب المملكة. أعطى العبيد دور لحتى كل واحد يعمل دوره. أنا عبد بالدور اللي بدي أعمله، بقبل أن يكون عبد إذا عم بعيش دوري، ولكن إذا أنا ما عندي دور، إذا أنا هيك حدا جاي يتسلط علي من فوق، إيه بصير العبد بالمنطق الأرضي هلأ تبعنا. نعم. نحن هلأ عبيد أكتر من أيام زمان. نعم. على فكرة نحن لما منقول نتعبد لمريم العذراء، يعني نقوم بالدور الذي قامت به مريم العذراء، منمشي مع مريم العذراء بطريقة بأسلوبها.
هيدا تعبد، هيدا إكرام، مش عبودية، في فرق كتير كبير. لأنه في كمان مفهوم غلط، في ناس بيفكروا أنه العذراء لما نتعبد لها مثل ما نتعبد لها أنه صارت بأهمية يسوع، في ناس حتى بيحطوها قبل يسوع، يعني في ناس بيفتكروا أنه ما أنا بحكي العذراء وأنا عندي العذراء. هل هي العذراء أهميتها بأهمية يسوع، ولا هي بمجرد لأنه دورها هي أنه توصلنا ليسوع، يعني دورها ثنائي؟ حتى نغير بأحرف الجر، يعني هل العذراء هي بأهمية يسوع؟ أنا بقولك هي من أهمية يسوع، يعني هي جزء من أهمية يسوع، ولكن ليست بمساواة يسوع المسيح. أكيد له المجد للأبد، ولكن ما حدا ما بيكرم أم الإله، ما حدا ما بيكرمها. تخيلي معي، أنت عاملة احتفال كبير لأحد الضباط يلي ترقى وعمل معركة ونجح وكان قائد عظيم، وقبل ما يوصل هالقائد على الاحتفال وصلت أمه، وهالأم هي وفايته قلت له عملي معروف أنت قعدي ورا، نحن نكرم الابن بما أنه حاضر الضابط، ليش بدنا ممثل عنه؟ بما أنه حاضر الضابط ليش بدي البديل؟ هل برأيك بالمنطق الأرضي بس بتفكيرنا المحدود رح يقبل الضابط هذه الإهانة لأمه؟ أكيد سوف يخرج من الاحتفال، ولو كان كل الإكرام لإله سوف يخرج من الاحتفال. إكرام أمنا مريم العذراء هو احترام وتعظيم ليسوع المسيح وليس لمريم. أنا كل ما عظم الأم وعظم الابن، إذا بكرم الأم وكرم الابن، وكيف إذا كانت هذه الأم ما بدها إكرام لإله؟ أصلاً ما عم تسعاله ولا مرة طلبت، عطول بتقول افعلوا ما يقوله لكم، عطول بتدل على يسوع. حتى زهورات العذراء من وقت ما بلشت تظهر لهلأ، إذا منقرأ كل الزهورات عم بتدل على يسوع المسيح. حتى بإحدى الزهورات بيسألوها أنه إذا في قداس وأنت ظاهر علينا شو منعمل؟ قلت لهم أنا ما بظهر إذا في قداس، ها أول شغلة. تاني شيء، إذا صارت أنتوا بتركضوا وراء هيدي العجيبة، ما في عجيبة أعظم منها عم بتصير بالذبيحة الإلهية، وإذا كنت أنا جيت هي لتروحوا لهونيك، فدوري بطل إله وجود، بطل إله معنى. بس لازم ضروري 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 نفهم، نحن ما عم نقله مريم، نحن ما عم نعظم مريم أكتر مما بتحمل، نحن ما عم نسويها بيسوع المسيح، مع أنه يمكن هو ما بيزعل، بس ما بدي أحكي أنا بفكر الرب، بترك الروح هو اللي يحكي. بس مش معقول أنا ما أقدر كرم أم عطية الأد، إذا أنا بقدر كرم الإنسان الأرضي كيف ما بقدر كرم أم الإله السماوي؟ كيف؟ نحن ما رح نخاف نكرم أمنا العذراء، بالعكس رح نكون فخورين، هي ملكة الكون وسيدة العالم وأم كل البشرية، وكمان معك رح نرتل نحن عبيدك بدون أي خوف. أكيد نحن عبيدك يا قائدة قائدة.
أبونا، آخر فقرة رح نحكي فيها بهالحلقة، وأكيد بركنا كتير بتعليمك المبارك السماوية، بس إذا بدنا نحكي بآخر مرحلة من حياة العذراء على الأرض، طبعاً في أقاويل كتير ماتت بالسبعينات، والتقليد بيقول إنه الرسل كانوا كل واحد ببلد وجابوا الروح القدس مثل ما نقل يسوع كان بالصحراء، كمان نقل الرسل بطريقة عجائبية ليكونوا كلهم مجتمعين، طبعاً ما عدا توما مثل العادة لأنه بده يجي يشك كمان وتعطيه توبة بعدين. فلما بيجي بتأمل بهالمشهد رقاد والدة الإله، شو الفرق بين انتقالها بالنفس والجسد وقيامة الرب يسوع من القبر بعد 3 أيام؟ الفرق هو ما في فرق، يعني ما فينا نحكي عن فرق كتير كبير، يعني ما في اقعد انا احكي عن فروقات لانه هن بيفرقوا عن بعض كتير مش شوي. طبعا قيامة يسوع من الموت هو مشروع الخلاص، هو ما بشر به التلاميذ، يعني من انطلقوا ليخبروا ما كان عندهم الا يخبروا عن موت وقيامة يسوع، كان هدفهم الاول والاخير. بس انتقال مريم، هالعقيدة كمان عقيدة انتقال مريم بالنفس والجسد، العلاقة بكل مشروع الخلاص، لأنه مشروع الخلاص أعطى مريم أنه تكون حبل بها بلا دنس. رح أقول لك كيف هلأ بوصل هذه حلقة لوحدة كمان بدها رح أوصل عن جد، بس رح لأنه من خلالها رح أقدر أوصل مش يعني حبل بها بلا دنس أنه أمه وبيها ما صار بيناتهم علاقة زوجية، لا، لا أبدا. هي لم تنتقل لإلى الخطية الأصلية اللي هي عم تتناقل بالطبيعة البشرية اللي رفضت الله. هيدي هي مش مخصة لا بالعلاقة الجنسية بين أهلها ولا بالعلاقة الجنسية بينها وبين يوسف. كمان بين هلالين في خلاف بين التأس الغربي والتأس الشرقي البيزنطي، إذا بدك عند الأرثوذكس تحديداً، لأنه الكاثوليك رجعوا تبعوا عقيدة الفاتيكان، أنه أخذت هالنعمة وقت البشرة الملاك مش منذ الولادة، مش رح نحكي فيهم بس كمان ما بتفرق، بس أنه ما بتفرق، مهم أنه أخذتها. مزبوط. هي ليش ما بتفرق؟ لأنه الكنيسة الكاثوليكية بتقول أنه هذا لو فكروا فيه بطريقة تانية ما بيتعارض. الفكرة أنه مشروع الخلاص أخذت منه مريم، يعني مريم ما أخذت نعمة خاصة نحن ما فينا نخدها. نحن اليوم ما عنا الخطية الأصلية بالمعمودية. فإذا نحن نلنا هيدي النعمة اللي نلتها مريم، الفرق هو بالتوقيت. وهل الله يعصى عليه التوقيت؟ مشروع الخلاص تبع الله تم على الصليب، مفاعيل الخلاص قادر كان يستعملها بالزمن قبل ما تتم على الصليب، واستعملها لمريم بنعمة خاصة، منشان هيك كانت معصومة من الخطية الأصلية يلي ألحبل بلا دنس. التوقيت ما له معنى عند الرب، هو التوقيت هيك يعني نسبة لما يقال بالتبشير الملائكي، يعني بوقت اللي حكيها الله النعمة أنعم عليك الرب أو إنه النعمة ظللتك، يعني من هيدا الوقت انفهمت، وايضا ليعطوها قيمه كبيره انه هالنعم اللي قالتها هي صار لها فضل. صح. بس كمان نحن هون ما في، يعني برجع بقول انه ما في تعارض بهذا الموضوع، ان كان هلا ولا ان كان من الاول، ما في تعارض، هي قصه زمن بالوقت، لانه الله جعل من مريم مستعدة لقول النعم وترك للحرية، بس هو يرى، يعني بشوف المسيرة وبيعرف أنه رح تقول، يعني ليتم الانتقال بالنفس والجسد أيضا هي هبة من الله. مزبوط. بينما عند يسوع هو أقام نفسه، في فرق كبير، فرق كتير كبير. بس تقلك شو الفرق، شو علاقة هذا الموضوع بالخلاص بالقيامة؟ قيامة المسيح هي مشروع الخلاص، موت وقيامة المسيح هو الخلاص. مثل ما هذا الخلاص أعطى مريم الحبل بلا دنس أن خلصها من الخطية الأصلية اللي نحن كلنا صرنا ناخدها، هيدا الجسد يلي معصوم من الخطية الأصلية ويلي حمل بأحشائه الإله بنظافة، هيدا الجسد لا يموت ويندثر في الأرض. من هون إجت عقيدة الانتقال، انتقال العذراء. أكيد هيدا الانتقال ما بيعطيها قوة مثل ما بيقولوا أنه عم نعملها بقوة يسوع، هو ليس صعود العذراء إلى السماء، ولكن انتقال. انتقال في فرق كتير كبير، في حدا نقلها مش بقوة الخاصة، بقوة يسوع المسيح نقلت إلى السماء، بقوة الرب، بقوة الله نقلت. فرق كتير كبير بين قيامة الرب وبين انتقال مريم. نعم. أنا بشكركم جميعا، بشكرك أستاذ جوزيف على هالصوت المبارك الرائع،
بشكرك أبونا روي، بدي أشكر زميلتي ميرنا. ميرنا كانت بدها تحكيك بعد عن الطهارة، كيف نتمثل بالعذراء بطهارتها، بس للأسف خلص الوقت. إن شاء الله بمرة تانية. بس أنا بدي أقولكم أنه كتير انبسطت بهيدي الجلسة الحلوة، ميرنا وجورج حبيب القلب، وكمان الوالد بيا لميرنا حسيته يوحنا الحبيب، هيدو عنده بعد براءة يوحنا. أبونا معلش بدي أقول شغلة، أنا كل وجودي بالكنيسة من أول وقت كان عمري 10 سنين لغاية اليوم، أنا مش سامع هيك وعظات، هيك تفسير حبيبي. بيفوتوا على القلب حقيقة، على القلب وعلى الفكر كمان، على إنه بتخلينا نشعر إنه هاي الحقيقة، هيك لازم نحكي. الله يبارك فيكم، أنا بتشكركم كتير، ومجدداً بدي أشكر كل المشاهدين، وبدي أقول لكم هيدي أمنا مريم العذراء، ما حدا يخاف أبداً يتخذها أم لإله، لأنه هي أخذ كل النعم الإلهية من الرب يسوع المسيح، والله معكم. إن الملائكة